السلام عليكم ورحمة الله. للبيع شقة في منطقة بلدلي، 3 غرف صالة، الدور الرابع، شقة رقم 15، مساحة الشقة 160 متر مربع. ندخل نشوف الشقة. عندنا المدخل هنا، عندنا المساحة هذه للدواليب والأحذية أكرمكم الله. نجي نشوف على يسارنا على طول الغرفة الأولى، وعندنا هنا المطبخ، طبعا زي ما انتم شايفين دواليب المطبخ جاهزة وراكبة. ولها مخرج على البلكونة. نجي من الصالون ونشوف البلكونة. وعندنا هنا الصالون عفوا، طبعا مساحة الصالون ما شاء الله تبارك الله واسعة وشرحة. عندنا المساحة هذه مساحة الصالون، نطلع نشوف البلكونة. طبعا الشقة مطلة على البحر، ونظام التدفئة تدفئة مركزية عن طريق الغاز. عندنا الإطلالة هذه من البلكونة، إطلالة جميلة جدا ما شاء الله. وعندنا المساحة هذه مساحة البلكونة. طبعا منطقة بلدلي تتميز بأنها قريبة من المطار وأيضا من الخدمات، تبعد عن ميدان طرابزون تقريبا 3 إلى 4 دقائق. نشوف تفاصيل الشقة. نجي هنا عندنا الغرفة الثانية، هذه الغرفة الثانية، وعندنا هنا دورة المياه الأولى أكرمكم الله، دورة المياه الرئيسية على الوجه. أخيرا نجي لغرفة النوم الرئيسية، عندنا هنا غرفة النوم الرئيسية. عندنا المساحة هذه ممكن نخليها لتغيير الملابس، لها دورة مياه خاصة فيها مع المروش. هذا، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا محمد.